فاضي مش كتير. مساء الفل عليكم، انا محمود صيام جيتارست مسار اجباري. النهارده انا جيت لكم مع الفني ستور علشان خاطر نعلن اخيرا عن دخول جيتارات ايبيفون لمصر. موديلات كتير قوي حلوه قوي ايبيفون دخلتها مصر مع الفني ستور، من ضمنها الموديل اللي احنا هنتفرج على السبيكس بتاعته والكونفيجريشنز بتاعته النهارده. الجيتار اسمه ايبيفون دي سي برو، الفينش بتاعه موافي فيد، وايبيفون عملت منه خمس الوان او خمس انواع من الفينش متاحه، البلاك تشيري والفيدد تشيري والميد نايت ايبوني والوايلد ايفي والجيتار اللي احنا شايفينه النهارده اللي هو موافي فيت. تعالوا نشوف تفاصيل الجيتار ده من قريب، اللي هي عجباني انا جدا بشكل شخصي وريتش جدا وفرقه في صوت الجيتار ده جدا. البادي من خشب المهوجني والنك كمان مهوجني، اما الفريد بورد فهي باو فيرو من ماتيريال اسمها باو فيرو. عجبني كمان اهتمامهم بتفاصيل زي اللوكينج تيونرز، هي من جروفر وطبعا ده اسم مهم جدا ومعروف جدا في اللوكينج تيونرز سيستم. نيجي نشوف بعد كده بقيه التفاصيل اللي في الجيتار ده وبقيه السبيكس اللي ايبيفون حطها في الجيتار ده. بخصوص الوايرنج سيستم والكومبوننتس، عندنا طبعا تو بيك ابس، الاثنين همبكرز زي ما احنا شايفين. على النك في برو باكر 2 باي ايبيفون، وعلى البريدج برو باكر 3 باي ايبيفون. السويتشنج سيستم 3 واي نك ميدل بريدج. طبعا النوتس زي ما احنا شايفين بشكل تقليدي جدا، عندنا اثنين فوليوم، فوليوم للنك وفوليوم للبريدج، واثنين تون للنك والبريدج. والسبليتنج سيستم معمول ببوش اند بول على كل بيك اب منهم، بحيث ان هو وين يو بول كده سنجل كويل وترجع تاني لمكانك كده همبكر. نفس الحكايه على النك، سنجل كويل همبكر، وده الفيز سبليتنج اللي على التون بتاع النك. اوكي، نسيت اقول ان من الحاجات المريحه جدا في الجيتار ان النك سي شيب. طبعا دي بترجع لكل جيتارست وارتياحه ما بين السي شيب او اليو شيب او الفي شيب، من الشيبس الكومن جدا والمريحه لاغلب الناس السي شيب اللي ايبيفون حطها في الجيتار ده. البلايبيليتي هايله الحقيقه، يعني اشتروه وجربوه واتبسطوا بيه لان هو فعلا جيتار مريح جدا بمناسبه النك والشيب بتاع النك. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف عشان نحس فعلا بالكومبوننتس اللي كنا بنتكلم عنها دي، ونحس بالفروقات وقد ايه الجيتار بيطلع اصوات كتير وبيدينا فرايتيز كتير واوبشنز كتير جدا جدا. هنسمع دلوقتي النك بيك اب كلين وهي في الهمبكر مود او همبكر، وهي همبكر وخلاص يعني. نفس اللي اتعمل ده بس سنجل كويل، هنبول هنسمع دلوقتي بعد ما سمعنا النك بيك اب في الهمبكر والسنجل كويل، هنسمع دلوقتي البريدج بيك اب برضو الهمبكر الاول وبعد كده السنجل كويل. نفس اللي عملناه بس سنجل كويل. زي ما سمعنا صوت الجيتار في النك بوزيشن وفي البريدج بوزيشن همبكر وسنجل كويل، هنسمع دلوقتي الميدل بوزيشن ما بين البريدج والنك، هما الاثنين همبكر.
البلند ما بينهم إيكول، يعني الفوليوم هنا على 10 وهنا على 10، في البريدج على 10 وفي النيك على 10، والتون مفتوح في الاثنين. هنسمع نفس اللي حصل ولكن واحنا عاملين سبليتنج سينجل كويل مش همبكر. نفس اللي حصل ده تاني في الميدل بوزيشن برضو، ولكن هنجرب نسمع الفيز سبليتنج. من الحاجات اللي عجباني جدا في الجيتار ده ان هو مرضي لكل الاذواق، يعني على اختلاف الجانرز وانواع المزيكا انا شخصيا ساتسفايد، واخد كل الاصوات اللي ممكن احتاجها من الجيتار، سامع كل الفريكوينسيز اللي ممكن احتاجها. تعالوا نسمع كده انا اقصد ايه. شكرا ليكم جدا جدا، اتمنى يكون الجيتار عجبكم ولسه هيعجبكم اكتر لما تجربوه بنفسكم. شكرا للفني ستور ان هو ادانا فرصه زي دي ان جيتارات ايبيفون تبقى موجوده في مصر بموديلات كتير جدا بالحلاوه دي. يا رب اكون كنت خفيف عليكم. ما تنسوش الجيتار ده حلو، جو جيت ات. ثانك يو سو ماتش. شكرا للفني ستور، شكرا ايبيفون، باي باي.